اللي ركز من اول مره. يعني فيش اعاده؟ لا فيش اعاده. تعال قول لي الجواب. تعرف؟ يلا بتقولي الحزونه. اذا بتقولي الجواب بتربح. شو اسمك انت؟ بيير. هذا بيير يا حزونه. ما خلينا بحبه بدي ابوسه. يلا نمشي يا بيير. مين هو اللي حذرتك عنه؟ يسوع. بقول لك يسوع هو مولود مش مخلوق. بينطبق. من مغارة بين الخرفان. مظبوط. الاسم صغير. صح. فعله عجيب. صح. اجى لخلاص الانسان. كمان هي صح. معناته مش هو اخر يوم يابس. مش عنده خريف. بينزل تلج عليها. دفوها دفوها. بس ايش شوي شوي. شكرا شكرا حبيباتي. انت برداني يا شجرة؟ برداني كتير عشان عم بينزل تلج. حلو. يلا 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 نلعب. يلا يلا كيف كيف كيفو. حلو حلو حلو. واو. قولوا له بس بس بس. تيجوا معنا نهلل
حلو شوي شوي تبسل ليلة عيد 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 فطنان ابن يسوع لازم نضوي له شمعة عن جد فطنان انتي طيب اوكي اسمعوا الشمعة بتطلع دخان امسكوا هيك في ايدكم شمعة تعالوا نضويها ارجعوا لورا عشان نضوي الشمعة اللي بقوا لسه لنجيب له بابا نوي يعطيه حبة حلويات يلا كفله يا سحامي